وحول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب، أهلا بك. بداية، كما سمعنا في التقرير السابق حول تحذيرات كبرى البنوك العالمية من حدوث ركود عالمي للاقتصاد في الفترة المقبلة، برأيك في ظل هذه النظرة المتشائمة كيف ستكون تحركات الأسواق في الفترة المقبلة؟ المؤشرات الثلاثة قد تراجعت باستثناء داو جونز، ونحن نشهد اتجاه هبوطي في الوقت الحالي، ليس فقط بتحذيرات البنوك الكبرى حول الركود، ولكن قبيل اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأسبوع القادم، حيث تم احتساب رفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس، ونشهد توترا في الأسواق وعدم يقين إذا سيكون هناك 90% يتوقعون 50 نقطة أساس، ولكن البقية تتوقع رفع معدلات الفائدة بشكل أكبر. إذا هذا يؤثر على الأسهم الأمريكية، ليس فقط أن الصعود سيكون بوتيرة بطيئة 50 نقطة أساس، ولكن تراكم معدلات الفائدة إجمالا بحلول العام القادم سوف تتجاوز 5% أو حتى 6%. يعني نادية، برأيك إنه من أي القطاعات ستكون الأكثر تضررا في الفترة المقبلة، خاصة وأننا أيضا شهدنا مع تشديد السياسة النقدية خلال الفترة الماضية هناك قوة كانت على الدولار التي شهدناها وصعود قوي بالنسبة للدولار كملاذ آمن، كيف ستكون تحركات الدولار في الفترة المقبلة، وأي القطاعات التي ستكون أكثر تضررا جراء هذه النظرة المتشائمة من حالة الركود في الفترة المقبلة؟ بالحديث عن القطاعات، لقد شهدنا بالفعل أن القطاع الخاص بالطاقة تراجع بسبب توقعات الطلب على النفط، كما نشهد أن قطاع التكنولوجيا قد تراجع. لدينا أبل تراجعت أمس، كما تسلا تراجعت أمس أيضا بأكثر من 3%، والأمر يتعلق بتخفيض الإنتاج وهو متوقع في العام القادم. إذا القيود الخاصة بكوفيد 19 في الصين تؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم، ولذلك نشهد أن القطاعات تصحح نفسها هبوطا، ليس فقط بسبب تحذير البنوك الكبرى من وجود ركود، ولكن الشركات نفسها تشهد وتتوقع تراجع الطلب بالنسبة للسلع والخدمات. أيضا كان هناك مشكلة تتعلق بالمعروض في الاقتصادات العالمية. فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، الدولار يتداول عند مستويات 105 و106، لا يزال متراجعا عن مستويات 111 التي شهدناها في الأسابيع الماضية بعد رفع معدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس، ولكننا لا نزال نشهد أن الدولار يكسب بعض الزخم قبيل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأسبوع القادم، لا سيما أنه تم احتساب بالفعل أن تراكم معدلات الفائدة قطعا سيكون أكبر، وهذا سيضر بالاقتصاد وسيضر أيضا بالأسهم والأصول الخطرة التي سوف تتأثر سلبيا. نعم نادية، شهدنا التراجعات القوية على أسواق النفط وكسر برنت لمستويات 80 دولارا وتسجيل أسعار النفط أدنى مستوياتها خلال هذا العام، برأيك هذه الضغوط إلى أي مدى ستستمر على أسواق النفط مع دخول العقوبات الأوروبية على النفط الروسي؟ العقوبات التي تفرضها منطقة اليورو على الروس على النفط الروسي تؤثر أيضا على أسعار النفط. إذا لدينا في الوقت الحالي صورة غير واضحة، وهذا يتعلق بعدم اليقين فيما يتعلق بقضايا العرض والطلب، لا سيما تراجع معدلات الطلب، كما أننا شاهدنا بالفعل أن أوبك بلس تستمر في التدخل وذلك لتخفيض الإنتاج، ولكن أسعار النفط لا تزال منخفضة، ولكن الفرص هي أن أوبك بلس سوف تستمر في سياستها، وقد تم احتساب ذلك في الأسواق، وهذا لا يساعد أسعار النفط، ولكن قضية العرض والطلب هي التي تؤثر على النفط. الأسعار لا سيما أن هذا الأسبوع هناك مخاوف بشأن الركود
وذلك بعد مورغان ستاكس ومورغان ستانلي وبنك اوف امريكا بعد تحذيرهم للركود. نعم نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب من دبي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.